أنا عضو هيئة التدريس أولاش جولتن، رئيس قسم حماية الملكية والأمن في معهد بلاتو المهني في جامعة إسطنبول أيفان ساراي، كما أنني في نفس الوقت أعمل كرئيس لبرنامج إدارة الطوارئ والكوارث. برنامج الطوارئ وإدارة الكوارث هو برنامج لمدة عامين في معهد بلاتو المهني. يهدف برنامج إدارة الطوارئ والكوارث إلى زيادة وعي المجتمع والمؤسسات في مجال الوعي قبل الكوارث مثل الزلازل والفيضانات. إنه تخصص يشمل سياسات للحد من آثار الكارثة من خلال جميع السجلات، وعلى رأسها موضوع التنسيق أثناء وبعد الكارثة. يحمل خريجو برنامج إدارة الطوارئ والكوارث لقب فني الطوارئ وإدارة الكوارث. من بين الدروس المقدمة في برنامج إدارة الطوارئ والكوارث دروس مثل علم النفس في حالات الطوارئ والكوارث وإدارة الطوارئ وإدارة الكوارث وثقافة الكوارث. بالإضافة إلى ذلك يمكن للطلاب المتخرجين من برنامج إدارة الطوارئ والكوارث الدراسة في أقسام مثل الطوارئ وإدارة الكوارث والتمريض والخدمات الصحية عن طريق خوض امتحان الانتقال العمودي، كما ويمكن لطلابنا التسجيل في برامج الدبلوم الأخرى في معهد بلاتو المهني بفضل نظام دراسة التخصص المزدوج. يتعين على طلابنا القيام بتدريبهم العملي بعد الانتهاء من السنة الأولى، حيث يجب أن يكون التدريب 30 يوماً على الأقل. في فترة التدريب العملي يعزز الطلاب المتدربون المعرفة النظرية والعملية التي تعلموها، كما ويأخذون أيضاً مشروع تخرج في الفصل الدراسي الأخير، وفي هذا الدرس يجمعون بين المعرفة النظرية والعملية ثم يعدون مشروعاً ويتخرجون. خريجو برنامج إدارة الطوارئ والكوارث يمكنهم العمل في المديريات التابعة لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ ووحدات الدفاع المدني ووحدات البحث والإنقاذ ومراكز إدارة الكوارث والتنسيق وفي مراكز مكافحة الحرائق وفي الإدارات المحلية مثل البلديات، وكذلك يمكنهم العمل في المنظمات الدولية ذات الصلة بإدارة الطوارئ والكوارث ومؤسسات المجتمع المدني وفي القطاعين العام والخاص.